رسالتي في الحياة هي القصد اللي ربنا خلقني عشانه. كلنا مخلوقين على شبه المسيح، كلنا لينا رسالة هي رسالة المسيح. ربنا حبنا، جه الدنيا عاش وسطينا، قدم حياته لينا، فتح لنا طريق الحياة الأبدية. رسالتي إن أنا أعيش مع المسيح وللمسيح وأقدم المسيح للناس. لو حبيت ربنا هلاقي طعم جديد في حياتي، وأحس إن أنا حياتي غنية وحياتي ثمينة، وأقدر بيها أغير حياة ناس كتير قوي، وممكن أكون سبب سعادة، سبب خير، سبب فرح، سبب خلاص ناس كتير قوي. كل واحد فينا له رسالة. لو صليت كويس، قربت من ربنا، دخلت الكنيسة، اكتشفت معنى لحياتك، هتلاقي إن الرسالة أجمل حاجة تعيش ليها. بينما في ناس كتير قوي ضيعت حياتها لأنها عاشت وماتت من غير رسالة.